السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية. أصدر مجلس نواب طبرق بالأمس ما أسماه بقانون انتخاب مجلس النواب بشكل أحادي، رافضا التشاور مع المجلس الأعلى للدولة أو طرح قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره عقيلة للتصويت داخل القاعة. الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة باعتباره تجاوزا للاتفاق السياسي، ومحملا مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تعطيل أو تأجيل للانتخابات عن موعدها على مجلس نواب طبرق بسبب التصرفات الأحادية، بحسب تعبير الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد ناصر. في هذه الأثناء عقد منتسبو المؤسسة العسكرية والأمنية وقادة الثوار وعمداء البلديات وروابط أسر الشهداء والمفقودين ومجالس الحكماء والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ملتقا رفضوا فيه ترشح من أسموهم بمجرمي الحرب للانتخابات القادمة أو مشاركتهم في الحياة السياسية. نبحث في هذه التغطية تطورات المشهد السياسي في ليبيا والخطوات التي اتخذها مجلس نواب طبرق وتداعياتها المحتملة، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. أصدر مجلس نواب طبرق في جلسة الاثنين قانون الانتخابات البرلمانية باعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014، وأحاله إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغته ثم إحالته إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وقد عبر النائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق عن ترحيبهم بإصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها عقب انتخابات الرئيس بثلاثين يوما. وتسود خلافات منذ إعلان رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح مصادقته على قانون الانتخابات الرئاسية الذي يبدو أنه معد على مقاس مجرم الحرب حفتر، حيث إنه لم يعرض للتصويت في جلسة رسمية، مما نتج عنه انقسام بين النواب ورفض من المجلس الأعلى للدولة، فيما ظل موقف ملتقى الحوار السياسي ضبابية. ومن بين المرشحين الرئاسيين المحتملين بناء على قانون عقيلة مجرم الحرب حفتر وسيف القذافي المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي تم رفضه من قبل شريحة واسعة من الليبيين، حيث عقد ملتقى لمنتسب المؤسسة العسكرية والأمنية وعمداء البلديات وروابط أسر الشهداء ومجالس الحكماء والأعيان تحت شعار لا لترشح المجرمين سيف القذافي وخليفة حفتر. ومن المطالبات التي طرحت خلال الملتقى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وهو الأمر الذي يعرقله مجلس نواب طبرق، ويعتبر المعترضون على القانون أن عقيلة يقدم خدمة إلى مجرم الحرب حفتر، فيما يرى خبراء أن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل المعيب والغامض يعتبر بمثابة دفع للليبيين إلى الحرب مجددا. فالبرلمان لا يملك وحده حق المصادقة أو إصدار قانون انتخاب الرئيس أو البرلمان، وإزاء تعالي الأصوات المعارضة للخطوات الأحادية التي يقوم بها مجلس النواب طبرق ومن خلفهم مجرم الحرب حفتر. يظل السؤال قائما، من سيوقف كل هذا العبث ويدفع البعثة لاتخاذ موقف من انتهاك الاتفاق السياسي؟ وإلى متى سيظل القضاء متفرجا على التجاوزات القانونية التي يقرها النواب وتتغاضى عنها المفوضية العليا للانتخابات؟ مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية. يسعدنا أن نرحب بضيوفنا معي من استديوهاتنا في طرابلس الدكتور فتحي الفاضلي الكاتب والمحلل السياسي، ومعي من استديوهاتنا في مدينة الزاوية العميد محسن الزويك آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، ومعي أيضا من استديوهاتنا في مصراتة سيد الطاهر بن غربية القيادي في عملية بركان الغضب. أرحب بضيوفي الكرام جميعا، ولعلي أبدأ من طرابلس مع الدكتور فتح الفاضلي. دكتور، يعني تابعنا جلسة مجلس النواب أمس واليوم، أقر قانون انتخاب البرلمان بشكل أحادي، رفض فيه يعني أي تشاور مع المجلس الأعلى للدولة. كيف تابعت يعني هذه الخطوات التي اتخذها مجلس نواب طبرق؟
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والشكر لقناة تناصح على هذه الفرصة، والشكر أيضا والتحية لك ولضيوفك الكرام. والله حقيقة بعد إذنك ثواني أريد أن أعرج على تناقض المشهد اللي نحن فيه. من ناحية نتهم هذا البرلمان، و90% من التهم حقيقية، بألف تهمة وتهمة. برلمان رئيسه يفترض أنه ليس رئيس هذا البرلمان، برلمان غير شرعي قانونا حسب المحكمة الدستورية، برلمان عظم بغصاص بالنسبة للوطن، يعني عرقل الدستور، عرقل الميزانية، شرع لعملية حربية ضد مدينة من مدن العاصمة أو غير العاصمة، ضد مدينة مدنية، شرع لعملية عملية مرتزقة وقتالية ميليشيات شرحها وسماها الكرامة وما إليه. والمشاهد الكريم يدرك جيدا أفعال وقرارات هذا البرلمان. وفي نفس الوقت هنا التناقض اللي شخصيا كمواطن ليبي أستغرب من الليبيين ومن نفسي ومن الجميع، في نفس الوقت ننتظر من هذا البرلمان أو نعطيه الصلاحية لتحقيق مصيرنا في أي قانون، حتى لو كان القانون الدستوري اللي بيطلعه ممتاز، هذا يجب أن يحاكم ويحاسب، بدل أن يطلعنا وننتظر منه في أمل أن يخرج لنا أي قانون، سواء رئاسي أو برلماني أو غير برلماني. أنا مستغرب من ناحية نصب جعم غضبنا على هذا البرلمان، نتهمه بألف تهمة وتهمة، وفي نفس الوقت ننتظره في نتابع في جلساته ونشوف شو النتائج اللي بتطلع منه. يعني فيه نقاط، من هي السلطة الأعلى على هذا البرلمان؟ يتسكر ينحولوه يا شيئا ما، وجيبوا سلطة ثانية، جيبوا شخصيات أخرى تطلع لنا قانون حقيقي. هؤلاء الناس في البرلمان يقاتلون وينافحون ويتجادلون ويناقشون ويصوتون من أجل بعضهم، من أجل أنفسهم ليستمروا. بعضهم سيد نعم. الكريم أنت تتساءل دكتور فتحي، دكتور فتحي الفاضلي، أنت تتساءل يعني لماذا متابعة هذا البرلمان وما يصدر عنه رغم كل الجرائم، ورغم حتى ربما خروج الشعب الليبي في الميادين والساحات يطالب بإسقاط هذا البرلمان جراء ما اقترفه والذي أشرت إلى بعضه، ولكن المفوضية العليا للانتخابات تعترف بهذا البرلمان وتعترف بالقوانين التي يصدرها هذا البرلمان حتى بالمخالفة للاتفاق السياسي، وهي تشرع الآن في يعني تنفيذ هذه القوانين، وربما هذا هو ما يجعل ما يصدر عن هذا البرلمان يعني يجب أن يتابع. لا سيدي الكريم، بعد إذنك سيد عبد الرحمن، ما ينطبق على البرلمان ينطبق على مؤسسة النفط، ينطبق على المفوضية العامة، ينطبق على دول المحاسبة، ينطبق على المركز، ينطبق على جميع المواقع أو الهيئات أو الوزارات، على دبيبة، على الرئاسي. هذا وطن، ما يتحكمش فيه هيئة ولا تتحكم فيه برلمان، هذا وطن. إذا كيف أنت تعارضوا وتناقضوا طموحات الشعب؟ يا سيدي خليفة حفتر والله عقيلة صالح فيه مليون يبو، فيه 5 مليون ما يبوش، يعني شنو هالإصرار؟ لماذا لا يبحث عن شخصيات غير جدلية؟ تجيب لي في خليفة وفي سيف، ما فيش، مش من حقك حتى لو كان مفوضية، مفوضية تريد أو تقبل، مفوضية ما هيش الوطن، لا تمثلنا، لا يمثلنا إلا هيئة أو مركز سيادي أو وزارة تمثل طموحات وأحلام الشعب. معقولة يتحكم في مصير الدولة برلمان فقط أو مفوضية فقط أو ديوان محاسبة أو مؤسسة نفط أو، يعني هذا عبث، استهتار. نعم. ولا بد أن يكون هناك من يستطيع أن يلجم هذه المؤسسات إذا وإذا فقط خالفت. أنا لا أتهم كل المؤسسات اللي ذكرتها، لكن إذا كان صحيح المفوضية مهمش الشعب، مهمش الوطن بأكمله، وتقبل في قرارات البرلمان، اثنين نعملهم بنفس الشيء. يا أخي ما فيش طيب. ما فيش قضية أنا شخصية، هذا وطن، هذا وطن وليس يعني فضل. طيب سأعود إليك دكتور فتحي، يريد أن أتحول إلى العميد محسن الزويك. عميد محسن، أنت آمر لغرفة عمليات المنطقة الغربية، وبالأمس كان هناك ملتقى لمنتسبي المؤسسة العسكرية وكذلك يعني القيادات والمؤسسة الأمنية إلى غير ذلك. هذا الملتقى الذي عقدتموه ودعوتم إليه تحت شعار لا لترشح المجرمين سيف القذافي وحفتر، لو توضح لنا يعني ما الذي دعاكم إلى عقد هذا الملتقى في هذا التوقيت، وما هي أهداف هذا الملتقى؟
إذا كنت تستمع إلي. يبدو أن سيد محسن الزويك لا. هذا السؤال إلى السيد الطاهر بن غربية القيادي في عملية بركان الغضب. طبعا تحية مسائية طيبة لك أخي عبد الرحمن ولكل الضيوف، أستاذ فتحي الفاضلي وأيضا عميد محسن زويك. وطبعا أكيد سبب قيام هذا المؤتمر وأهدافه هو أننا احنا في البداية أن احنا ممكن تسمع فيها في الصوت. نعم نحن نستمع إليك بشكل جيد سيد طاهر، تفضل تابع. تمام. طبعا قيام هذا المؤتمر عندما بصراحة لاحظنا أن هناك اختراقات كبيرة جدا بصراحة، سواء كانت من مفوضية أو أيضا من برلمان، زي ما قال أخويا فتحي فاضلي، هذا البرلمان بصراحة اللي هو ولد ميتا، بالأصل ولد ميتا بصراحة. احنا شفنا أن ما احنا مجرمين الأمس أبطال اليوم، أو احنا اللي أمس زي المجرم خليفة حفتر، مجرم قام بهجوم على العاصمة طرابلس، قام بالقتل بالخطف بالتدمير، وخير دليل الآن المقابر الجماعية الآن اللي هي تشوفوا فيها في تنهونة عند هذه اللحظة، ما زالت يتم استخراج الجثامين منهم من تم تصفيتهم من فترة، ومنهم أثناء الهجوم على العاصمة حيث قاموا بتصفية أعداد كبيرة جدا. وأكيد تعرفوا أن مجموعة الكاني كانت تنتمي لما يسمى بالقيادة العامة، وهي دعمتها، وكان بصراحة منه عطوه نقيب ومنه عطوه طبعا حتى بعد قتلهم لأهلنا في تنهونة وجميع الأسرى، وأي معناه حتى على الهوية، الخطف كان على الهوية. طبعا هذه المجازر بالكامل، وبعد هذه الحروب وبعد دخول المرتزقة من جميع أنواعهم وجنسياتهم، تفاجأنا أن احنا هذا المجرم انهزم هو ومجموعاته وعصاباته. جينا قالوا لنا والله رانا احنا طبعا هذا بنقعمزو ونبو وقف اطلاق النار وخلينا بنهدرزو باهي احنا في الفترة الهدكية، طبعا ما نبوش مزيدا من نزيف الدماء والقتل والدمار في ليبيا، وافقنا. ولكن المصيبة مش هنا، والكارثة ان احنا تفاجأنا انهم يتم جز باسمين مجرمين قتلوا النساء والاطفال، واحدهم مطلوب في جنايات الدولية، والثاني طبعا لم تمضي حتى اشهر على المجازر اللي قام بها في طرابلس من قصف وقتل اطفال ومدنيين. لعند هذه اللحظة اطفال كشيرة واطفال منطقة الرملة وأيضا قاوم يأنيس وشفته بالطيران وبالمدفعية وبكل شيء بعد الدمار والقتل. وهذا تفاجئ أنه يقول لك والله هذا راه يترشح للانتخابات، والأسف الشديد أن المفوضية تقول لك والله حتى سيد هذا المجرم سيف الإسلام حتى هو من حق لأنه يترشح، وبدوا في التلميع. والمصيبة أنه من هم جالسون في طبرق هناك أعدوا برنامج وقانون انتخابي فصلوه تفصيل على هذا المجرم. ليش البرنامج هذا في لقوا ان احنا بصراحة بعض مني يهم الكرسي ويهم ان هو يوصل للسلطة، قام بصراحة بالموافقة على هذه الشروط، وأيضا ما لقوش ردة فعل من الشارع الفبرايري أو حتى من الأبطال اللي قاوموا هذا العدوان، أبطال عملية بركان الغضب. من هنا تنادى الجميع وقلنا لازم احنا أن نديروا موقف، واجتمع سواء من مؤسسات مجتمع مدني، من عمداء بلديات، مؤسسات أمنية عسكرية، من قادة في عملية بركان الغضب، الكل من أسر الشهداء، الكل اجتمع في هذا الملتقى
لكي نقول لهم لا للمجرمين، لا للشخصيات الجدلية، لا للقتلة، لا لمن دمر ليبيا، لا لمن يريد أن يحكم ليبيا بقوة السلاح، لا لمن بصراحة أهات وصراخ الأطفال. ولعند هذه اللحظة ما زال تسمع جنوب طرابلس ما زال مزروع بالألغام. لعند هذه اللحظات احنا الأيام القليلة الماضية والألغام ما زالت تنفجر في الآمنين، وما زال بتقول لي بنحط أن يكون رئيس عليكم في ليبيا. حاجة ثانية، هناك صمت كبير جدا، معلش بنكمل أخوي عبد الرحمن النقطة هذه، هناك بصراحة استياء كبير جدا جدا ما تسمى بوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، ويا ريت رئيس الحكومة ينتبه للشيء هذا. ما تسمى وزيرة العدل حليمة البوسيفي، لعند هذه أني التقيت بأمس بشخصيات من مدينة تارونة قالوا هذه ما تبيش تعرقل فتح المجازر والمقابر الجماعية وتعرقل فينا بعدم بصراحة. قال لك حتى زي ما نقولوا احنا جراف ما فيش باش يفتح، ما فيش أي حاجات. وهذه طالعة تقول لك والله احنا شفت بعد طلعت المجرم السعدي معمر القدافي، هذا المجرم للأسف الشديد مجرم زي هداي قاتل ولديه قضايا قتل، طلعوا وقلت لك لا مش هيك، قلت لك احنا توا ما هو ساكت الشارع الفبرايري للطيابه، لان احنا نبو ديمقراطيه، احنا نبو بصراحه ليبيا تكون وحده واحده. بعد سكت الشارع الفبرايري قلت لك والله احنا نبو نحاسبه حتى من قتل معمر القدافي. أيوة. معناها يا سيده حليمه انا بنقول لك من هنا من مدينه مصراته بنبدلوا لك احنا توا بنطلعوا لك قوائم، منهم قوائم 5 أطفال العدب في ناس قتلوا في شارع طرابلس بقذائف الموت اللي ارسلها معمر القدافي وجماعته، وعارفينك انت مؤيده نعم. لهذا النظام وانت طالعه منهم هذا طيب. النظام بنقول لك وانت روحك وانا اسر الشهداء الان بنحاكموك انت، بنبدوا بك انت لانك انت موافقه على اللي صار. طيب. لهذا احنا ملتقانا واهدافنا قبل ان نعود لنقطة الملتقى عفوا يعني هذا تصريح عفوا لحظه بصلح اخي طاهر، يعني انت الان تتهم وزيره العدل بحكومه الوحده الوطنيه بالتقصير في موضوع فتح ملفات الجرائم واكتشاف المقابر الجماعيه في ترهونة صحيح؟ نعم نعم. طيب. طبعا نحن التقصير الكامل وعدم المهنيه في عملها طبعا طيب نعم. نحن يعني مجال الرد طبعا مفتوح لها او للمتحدث باسم وزارة العدل، لكن اعتقد ان رسالتك وصلت سيد طاهر بن غربي باختصار رجاء حتى اتحول للعميد محسن الزويد. هو يا اخوي عبد الرحمن طبعا باختصار يا اخوي عبد الرحمن هذا كلام امس الجماعه اللي جونا من مدينه ترهونه، وهي كلامها طبعا واضح حتى وقت قال احنا نبو حتى نحاكمه، قصدك ان هذه تخدم في عمل احادي الجانب يخدم لا ما يسمى النظام الجماهيري، ولكن نقول لك فبراير باقيه برجالها طيب. وباقيه بصراحه باهلها وناسها، واحنا قمنا بفبراير لا لاجل شيء لبناء الدوله والدوله المدنيه وتداول السلطه السلمي على السلطه، ومنها اللي جابتك انت مع انك انت تنتمي للنظام الجماهيري طيب. اللي تسمي فيه وجبناك احنا الان على راس طيب سيد طاهر نحن لا نريد ان تتحول الحلقه للحديث عن وزيره العدل. طيب دعني اتحول الى العميد محسن الزويك، ارجو انه يستمع الي الان بشكل افضل. عميد محسن، بخصوص الملتقى الذي تم عقده بالامس شارك فيه أيضا منتسبي المؤسسة العسكرية في هذا الملتقى الذي عقد تحت شعار لا لترشح مجرمي الحرب حفتر وسيف القذافي، ما هي الرسالة التي أردتم أنتم كمنتسبي المؤسسة العسكرية إيصالها من خلال المشاركة في هذا الملتقى؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ليك ولضيوفك الكرام والأخوة المشاهدين. هو في الحقيقة بالنسبة للتجمع اللي صار أمس في مطار طرابلس الدولي بمختلف الشرائح الشعب الليبي سواء كمؤسسة عسكرية أو كقادة توار أو كعمداء بلديات أو شورى أو حكماء إلى آخره،
نحن في الفترة الحقيقة في الأخير في الآونة الأخيرة شاهدنا أن الأمور بدأت في الاتجاه الخاطئ حسب مفهوم نحن ومفهوم ثورة 17 فبراير، وبدأنا الكلام نقول فيه هذا على مسؤوليتي الشخصية، لأنها احنا في الواقع كضباط توار وكنا ملازمين للثورة والكفاح المسلح ضد النظام السابق او في الفترات اللاحقة، احنا مسؤولين مسؤولية أدبية ومسؤولية واقعية على الذي يحدث في 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 الوطن، مش حنكونوا يعني بعيدين عنها وسلبيين كما بعض الناس وكثير من يعني من رجال المؤسسة وشيء زي هذا. احنا في الحقيقة لن نرضى بما يجري الآن، سواء رغبوا المسؤولين في اسكاتنا وشيء زي هذا، ما هذا لن يكون بعون الله. فالتجمع صار بعد ما رأينا ان أزلام النظام السابق باسم المصالحة وباسم وحدة الوطن وباسم عدة أشياء أنهم بدأوا في الدخول في المجال السياسي والأمني والعسكري، وهذا بدأ في الحقيقة يشكل خطورة حتى في بعض الأمور. بدأت كما شاهدنا في مدينة سرت والاحتفالات القائمة والتهديد برجوع النظام السابق في الخيمة المعروفة حاليا في اليومين الفائتين في سرت، أبواق النظام السابق سواء الفاعلين في عندهم يهددوا حتى برجوع النظام السابق. وبرغم أن ثورة 17 فبراير وحكومة الوفاق أدخلت كل هذه المجاميع في الحكومة، وبدأنا أن نشبح في الأمور، بدأت من السيئة لأسوأ، وآخرها الضغوطات الأجنبية لمحاولة إدخال مجرم الحرب حفتر والمجرم سيف في موضوع الانتخابات، كأن الشعب الليبي والدماء الطاهرة الزكية اللي سقطت في ثرى الوطن كأنها بحري الثقيف. هذه حقيقة لن نرضى بالواحد ولو على رقابنا، مش على المسؤولية فقط. فكان هذا التجمع لإرسال رسالة للداخل والخارج والمسؤولين إن رأوا المسألة في رجال موجودون على الأرض، ممكن ما عندهمش كلمة في المستويات العليا في الدولة، لكن راهم باستطاعتهم إنهم يغيروا الخارطة جملة وتفصيلة. فيجب على المسؤولين أخذ الكلام هذا بكل جدية في جميع مناقشاتهم، والناس اللي قاعدين على مبادئ 17 فبراير ومبادئ الدولة المدنية والحرية والعزة والكرامة وقاعدين معانا وعندهم صوت في القرار السياسي، ممكن يكون لهم دعم هالمؤتمر هذا في مقارعة الأجندة الدولية والضغوطات الدولية، فإحنا نبغى نساعدهم حتى في هذا المجال. فإن شاء الله تكون الرسالة وصلت للداخل والخارج. نعم. طيب سيد محسن الزويك، أنتم كمنتسبي المؤسسة العسكرية عادة يعني ما يتم طرح أن العسكريين يجب أن لا يدخلوا في السجال السياسي في البلد، وأن يلتزموا فقط بمهامهم وما يؤمرون به من قبل القيادات السياسية. اليوم مشاركتكم في هذا الملتقى وتوجيه هذه الرسائل ورفضكم لعملية سياسية الآن من أي منطلق يأتي؟ هل من منطلق الحرص مثلا على عدم انتهاك الإعلان الدستوري أو الاتفاق السياسي، أو من أي منطلق يأتي هذا المشاركة تأتي هذه المشاركة؟ من منطلقين أساسيين، اللي هو الشرعية ثورة 17 فبراير في البداية. احنا عندما دخلنا في انشققنا عن النظام السابق وحملنا البندقية في 2011 كانت حياتنا فوق كفنا في الحقيقة، ولم نأخذ أمر في الخروج من قادة القادة في حينه يعني.
ولكن حاليا احنا لسنا بمعزل عن باقي المؤسسات العسكرية والقيادات العسكرية العليا. احنا عندنا تواصل مع قياداتنا العسكرية اللي نؤتمر بأمرها، وتقدر تقول يعني احنا عندنا الاتفاق في هالموضوع هذا يعني. وكان من ضمن اللي يعني حتى الحضور رؤساء أركان، وكانوا في غرف عمليات، وكان الناطق الرسمي باسم غرفة تحرير سرت والجفرة، وقادة مجالس عسكرية وضباط كبار، كان مجمع كبير يعني. احنا أبناء المعسكر العسكرية تحملنا المسؤولية في 2011 وما بعدها، وآخرها في عملية بركان الغضب، حينما خذلنا حقيقة في أيام حكومة الوفاق من قادتنا، وقد ما تواصلنا معهم قبل الهجوم وقلنا لهم المجرم حيدخل طرابلس وكذا، وكانت إجابتهم سلبية، ولكن الحمد لله بفضل الرجال اللي قاعدين ثابتين من المؤسسة العسكرية، احنا لن نكون مثل كثيرا من المؤسسة العسكرية اللي يمسك يعني يكونوا تابعين لي. ونعم واضح. دكتور فتحي الفاضلي، بالعودة إلى يعني جلسة مجلس النواب والمواقف منها، رغم أنك يعني لا تريد الحديث عن هذا المجلس، لكن الحقيقة أن الواقع يفرض نفسه كما يقال. إذا ما تحدثنا عن موقف المجلس الأعلى للدولة، رفض هذا القانون الصادر الذي أصدره مجلس النواب طبرق بانتخاب مجلس النواب، كما رفض في السابق قانون انتخاب الرئيس، واعتبره يعني خرقا لبنود الاتفاق السياسي. كيف تقيم يعني مجلس الأعلى، موقف المجلس الأعلى للدولة، وهل هذا الرفض يعني له أي قيمة أو تأثير في على مجلس النواب؟ هو هذا أستاذ عبد الرحمن السؤال الأساسي، ما هو تأثير رفض أو قبول مجلس الدولة؟ وهذا أمر نطرحه أنا وأنت وضيوفك الكرام والشعب الليبي بين أيدي مجلس الدولة. يعني أنا أريد أن أتحول إلى خطوة راديكالية، أو أن تعودوا للمؤتمر الوطني تفرضوا أنفسكم. يعني كنت عندكم صناعة القوانين ليصيدين فيها عقيلته، وكانت بين أيديكم، وكنتم منتخبين من الشعب، وما زلتم يعني أقول ما زلتم يعني، كل ما عليكم أن تعيدوا الملف، تبي مغامرة، تبي شجاعة، تبي كساحة رأس، تبي موقف يهز هذا المشهد بصراحة العبثي. يعني واحد نسبوا فيهم ونتهموا فيهم، ورئيس البرلمان قاعد في مصر في البرلمان المصري يقول خششوا جيش للليبيين، إن شاء الله يقتل ليبي واحد ولا يكسر له حتى كراع، جريمة يجب أن يحاسب. نحن نريد أن نحاكمهم، نحاسبهم، وبالتالي هم يشرعون ونحن ننتظره، ومجلس الدولة يرفض. حتى أنا رافض، من هو اللي مش رافض هذا العبث وهذا الاستهتار وهذا التفصيل للقوانين على شخصية معينة بصرف النظر عن هذه الشخصية؟ إن شاء الله حتى مش حفتر. ولذلك مجلس الدولة عليه أن يتخذ قرار يعرقل عمليا هذه القوانين، مش بس يعني يستنكرها كما ذكرنا، مش فقط مجرد استنكار. طبعا موقفها كويس يعني نسبيا، ولكن ما هي الخطوات العملية التي يستطيع مجلس الدولة؟ ها هو الشعب الليبي يا مجلس الدولة وضع بين أيديك هذه الحيرة وهذا التساؤل. برلمان اللي متهمة بالخيانة، اللي متهمة بالعمالة، اللي متهمة يبو مناصب، اللي متهمة بالعرقلة، فضلوا قاعد يحقق يدير في مصيرنا ويديرنا في المصير متاعنا. تعريجة بعد إذنك أستاذ عبد الرحمن، تعريجة خليفة وسيف والكنيات وشخصيات أخرى، مش هذون بس، مشاريع انتقام وليس مشاريع بناء دولة، واضح جدا، أوضح من الشمس يعني حتى الحجر والشجر تتضح له هذه القضية. هؤلاء مشاريع انتقام يا سادة يا كرام. يعني الأنظمة العسكرية، معروفة، خليفة قبل يبعد حتى رئيس ولا حتى يقعد وزير، أصلا لم يصل إلى درجة وزير، لم يصل إلى درجة رئيس أركان، قاعد يفشخ وهدم لك مدينتين وثلاثة وهجم لك على العاصمة وقتلوا دار تحت 60,000 بند. سيف شفبوه أمام عينيه يموت بهذه الطريقة يا راجل، وحصل فرصة 42 سنة، كان برميل البترول ب 170 وصل ل 70 دولار وصل أكثر، أخذ فرصة يعني في قيادة البلد. وفي نفس الوقت الوقت كان طويل جدا، ثم شاهد والده واخوته يموتوا بهذه الطريقه، وبتحط رئيس ثاني ليش؟ ليبيا ما عاش فيها حد، خلاص انتهت. يعني شنو هالغباء هذا؟ شنو هالغباء؟
شنو هالاستهتار؟ يعني كيف الشعب كيف نخلوا برلمان يناقش هذه القضية أصلا؟ وحتى سيف بصراحة كانوا حي وكان هو وطني بروحه يقول لا والله شكرا أنا تحصلت على فرصتي وفقدنا عائلتنا وقتلنا أبناء أخوتي قتلوا والدي قتل جزاكم الله خير خلاص درنا جزء من التاريخ الليبي انتهينا. هكذا هو الموقف الوطني يا سيف كأنك حي، وهكذا خليفة رجل عسكري وأخوتنا الليبيين أرجوكم القوة السياسية الوطنية اللي في المنطقة الغربية تضع يدك في يد عسكري. عبد الناصر قتل اللي دار معاه الثورة، معمر قتل أكبر أعوانه يا رجل، قتل إشكال قريبة وقتله وشد للبلاد 13-15 سنة كنا نسمع كلمة إشكال نرعش كلنا، قتل الزادمة، قتل محمد المقارية في دار معاه الثورة. إنت أنت يا سيدي قتل الورفلي خليفة، قتل الورفلي، قتل أعوانه، قتل سرقيوة اللي 24 ساعة كانت تجمد فيه في الأخير قالت جملة والجملتين ضده ماتت. يا أخي أين عقولكم؟ أتحدث عن القوى السياسية الشخصيات الليبية اللي بتحط يديكم في دين ضبع، والتاريخ عبد الناصر صدام كل هذه الأنظمة أقرب المقربين إليهم سحقوهم سحق، والثورات تأكل أبناء، وتعرفوا هذه القضية من بيش ندرس عليكم. طيب. هذا غباء منقطع النظير، غباء من الطراز الأول، وستكونوا أول ضحايا، ستكونوا أنتم والوطن. الإشكالية أول ضحايا هي أن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بهذه الأجسام، خاصة مجلس النواب في طبرق، وكذلك ما يسمى بالقيادة العامة. عفوا سيد فتحي الفاضلي، مثلا أعطيك مثال، يعني النائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان خان عبر عن ترحيبه بإصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات البرلمانية، عبر عن ترحيبه بإصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات رغم أن هذا الإصدار يأتي بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي أقرته الأمم المتحدة والذي أقره مجلس الأمن. يعني كيف تقرأ هذا التصريح؟ أقرأ هذا أنه تقريبا كما ذكر أخي طه المغرب، لا يوجد خطوة عملية تجعل المجتمع الدولي يتراجع، خطوة مغامرة بصراحة كسر ترى شيئا ما يكسر حاجز هذا العبث. ما عندهم مش مشكلة المجتمع الدولي، تقدم أنت بشيء عملي، مجلس الدولة مش عارف الثوار فبراير وما إليه. وقبل أن أنسى أخي الكريم، كلمة فبراير يعني تريد الدولة المدنية، ما هوش يعني انتماء لحزب ولا انتماء لجماعة ولا انتماء لشلة، أنت تريد دولة مدنية على أنقاض الدولة العسكرية التي سقطت. أنت فبراير يعني ما هيش قضية مثلا أيديولوجي ولا حزب ولا شيء. الرجال الذين خرجوا في 2011 واللي استشهدوا في 2011 هذوم رجال الضربة الأولى، هذوم تاج فوق روسنا. الباقي حتى اللي انضم إلى فبراير اليوم مجرد أنه يبي دولة مدنية. أنت فبراير مرة أخرى المجتمع الدولي ما عندهش مشكلة يرضى، أضغط على المجتمع الدولي حاضر ما عندهش أي إشكالية سيستجيب إليك، لكن غير نقعد وكاية وخلاص من غير خطوة عملية. طيب. سيستمر أيضا المجتمع الدولي في عبثة واستهتار وتهميش للطموحات. نعم. بن غربية أريد أن يعني كلمة أو إشارة يعني أشار إليها الدكتور فتحي الفاضلي عندما تحدث عن سيف وقال إن كان لا يزال فعلا على قيد الحياة، وهذه في الحقيقة تساؤل يعني كبير في الساحة الليبية، وهناك جدل كثير وحول حقيقة وجود أصلا سيف القذافي وأنه على قيد، ما زال على قيد الحياة. أنتم يعني دعوتم إلى ملتقى تحت شعار لا لترشح سيف القذافي، هل نفهم من ذلك أن بحسب معلوماتكم أنه فعلا لا يزال موجود على قيد الحياة ويحتمل أن يترشح في الانتخابات القادمة؟ طب نعلق عليه السؤال هذا، سؤال بصراحة كان في محله، وأكيد واجدين يبوا الإجابة على السؤال هذا، لأن الشارع الليبي كله يسأل هل هو ميت ولا مش ميت. والله قبل نرجع لسؤالك هداي تعلق بهذا المجرم، نبي نرجع للأمم المتحدة عندما قالت وجابت حكومة الوفاق وجابت السيد فايز سراج على رأس هذه الحكومة، شن قالوا؟ قالوا أي قوة تبي تمنع حكومة الوحدة الوطنية من الدخول، حكومة الوفاق، أو بدير لنا شوشرة راهو احنا حنقوموا بضربها وحنقوموا بمسح هذه القوة، وأن هذا جاي بشرعية دولية، وأن راهو هذه الحكومة
حكومة توافق عليها الليبيين كلهم، وهذه اللي بتحكمكم. شن شاهدنا بعد تالي؟ شاهدنا أنهم هم قعدت الحكومة هذه فترة، أكيد مجرم الحرب خليفة حفتر غادي في بنغازي وفي المنطقة الشرقية ما اعترفش به، مع أن السيد فايز سراج احنا اجتمعنا معه قال أنا فرشت له البساط الأحمر ومعاش عندي لي أي شيء. اجتمعوا على مؤتمر اللي كاين في غدامس وكان برعاية أممية ودولية ودول عالم كلها كانت تصب في هذا المؤتمر اللي بيجمع الليبيين، المؤتمر الجامع كاين في غدامس. تفاجأنا أن قوات ومرتزقة هذا المجرم تفوت غدامس غادي وتمشي وتخش في غريان والشوارف وتطلع من بلوليد وتخش على ترهونة وتوصل لعند طرابلس وتقتل نساء وأطفال طرابلس، وقعدت طرابلس بركة من الدماء ومن القصف ومن الدمار. والمجتمع الدولي اللي يحكوا عليه اللي جاي بيحكم يحمي حكومة السيد فايز سراج في ذلك الوقت اختفاء وداب. من اللي طلعوا حامي الحكومة وحامي الشعب وتولى المسؤولية هم رجال فبراير المخلصين، هم الأبطال الرجال اللي ديما احنا نلقوا فيهم في وقت الشدة فقط، الشدة فقط. في الوقت الثاني ينجرح من ينجرح ويستشهد من يستشهد، ولا الحكومة تدير بال حتى انهم تعالجهم. هذه النقطة طبعا اللي بنوضحها. الآن نبي نجي لنقطة سيف الإسلام. لازم يفهم الشعب الليبي ان احنا كوسط في الشعب الليبي، الراجل هداي سواء كان ولا المجرم هذا سواء حي والله مش حي، ما عندهاش مكان في الدولة الليبية، مش معناها بيجي لأن هذا مجرم مكانه في المنفى يقعد في مكانه غادي، مش بيجي بيحكم ليبيا. طبعا أنا نبي نوضح حاجة، إذا كان هو زي ما يقولوا حي لعند هذه اللحظة طبعا لم يخرج في أي صوت، لم يخرج في أي لقاء، الراجل معناها بصراحة عبارة عن اسم يتداول في الشارع وفي الأنصارة. أنت كانك بتجي على الاسم، في منهم من يعتقد اللي عند هذه اللحظة أن معمر حي، لعند هذه اللحظة اللي يقولوا أن معمر قدافي حي. طبعا عند هذا منين؟ من الجهل والتخلف، واللي طيلة 42 سنة خلانا وخلى الشعب الليبي في أن يفكر في الرجل الوحيد والبطل الوحيد والقائد الوحيد والمفكر الوحيد والأمم الوحيد. قصدي ما عنداش إلا هذا فقط، راه وعلم يقالد علمنا، ومن القصص اللي يعرفها كل الليبيين. إذن إحنا كوسط وشارع الليبي بالكامل هو الدلائل تشير أن الراجل ده غير موجود، ولكن طيب صراحة واضح. وإن وجد بنقول ترفضون ترشحها غير مقبول نهائي. طيب انتم يعني خصصتم في شعاركم نهائي. في شعاركم مجرمي مجرمي الحرب سيف القذافي وحفتر، والبعض يتساءل وماذا ايضا عن من دعم هؤلاء مثل عقيلة صالح وغيره، هل تقبلون ب يعني اجراء انتخابات يترشح فيها هؤلاء على فرض ان لم يترشح حفتر، وخاصة مع القضايا المرفوعة أمامه اليوم، مرفوعة يعني عليه في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما التطورات يعني تتسارع وتصبح هناك متغيرات تمنعه من الترشح، لكن هذه الانتخابات بهذه القوانين التي أصدرها مجلس النواب كيف تنظرون إليها أنتم في هذا الملتقى؟ طبعا احنا بنقول لك حاجة باهي، بالنسبة لي والله عقيلة صالح هذا عقيلة مسكين، طبعا عقيلة غير صالح أصلا، هو هذا الراجل طلع المجلس النواب عنده 150 صوت، ممكن والله ممكن حتى 70 ما وصلناش بكل. قصدي إذا كان خش حتى في أي انتخاب طبعا الراجل هذا مش حيفوز ومش حتكون لي أصوات، وهو مرفوض من الشعب الليبي جملة وتفصيلة، ومش حيكون يختلف على مجرم حفتر، ممكن بعض الأصوات أو بعض التلاعب في الانتخابات، وأنا متأكد حتى في الانتخابات بإذن الله لن يكون له صوت، وإحنا قصدي رافضينه. إحنا طبعا بالنسبة عقيلة أنا نقول لك من توا حطوا يديهم في وكرعيهم في مية باردة، والله راجل دايما عنده حاجة، وراجل دايما مطالب بعدة قضايا، وش مازال له أصلا هو والله العظيم إن حتى إن إحنا ندخلوه في المجموعة اللي معناها زي ما نقولوا والله ما أنا خايفين منه وعارفين موضوعه.
المجرم خليفة حفتر وسيف الإسلام، احنا حطينا الاسمين هذيهم كون هذيهم مجرمين عندهم سوابق، ومن كانوا هذا زي سيف كان من العائلة الحاكمة، وهذه العائلة طيلة 42 سنة ما دارتش خير في الليبيين، قتلت وشردت ودمرت حياة الليبيين كلها، سواء عن طريق القتل أو على الدمار أو حتى في الحالة النفسية بتاعهم اللي عايشوهم فيها طيلة 42 عام. بالنسبة للمجرم خليفة حفتر، هل يصح زي ما قال لك طبعا أخوي الأستاذ فتحي الفاضلي حيي في هذا المساء، فعلا هل أنت واحد هذا جاي للحكم جاي للانتقام؟ معناها ليبيا حتقعد حرب أهلية، ليبيا حتخش في بعضها، الزفتنة حتزيد، اه وتسحابة انت بعد لو شد سيف الاسلام حتهنى وتولي زي ما يقولوا زي قطر، والله زي لا حليبيا حتخش في دوامة اصعب من الدوامة اللي خشين فيها احنا توا. بالنسبة لخليفة حفتر هذا رجل مجرم قاتل ارتكب جرائم تبدا بالامس، وكان يقصف ويقتل في المدنيين. قصدك انت هل اللي قتلت ضناهم واهلهم وناسهم ودمرهم دمرهم في بنغازي، دمرهم في درنا، هجر اهل بنغازي واهل درنا وقتل اطفالهم وشيوخهم وحتى النساء يحلقوا فيهم في الشوارع ويقتلوا فيهم ويقتلوا فيهم، جميع الشيوخ اللي كانين امام المساجد قتلهم. هل قصدك ان احنا توا بيجي معناها الراجل هذا يخلوه يحكمنا ولا يخش في الانتخابات؟ احنا انا مش خايفين من صناديق الانتخابات، هذه لازم يفزوها اخوي عبد الرحمن بس اللي بنوضحها، راه تو انت واجدين الشارع عند امه قالوا لا والله ما انا خايفين منهم، والله احنا ما انا خايفين منهم لا في انتخابات ولا في اي برنامج. احنا ما نبوش اي شخصيه جدليه، حتى هم في المنطقه الشرقيه اذا كان عندهم اي شخص يشوفوه جدلي يوخر ثلاث خطوات. ليبيا معبية بالوطنيين، ليبيا بها رجال، واضح. ليبيا بها واضح سيد بها طه. ناس ذو كفاءات عالية. ليبيا احنا نبوها للبناء للعطاء. ليبيا نبوها دولة متقدمة. ليبيا نبو نطلعوا بها احنا من الحطيط، نطلعوا بها من الوحل اللي مغرقنا فيه معمر 42 عام، وزادوا غرقونا في جماعة اللجان الشعبية. راي يكون في علمك، راي فبراير اللي عنده ما حكمتش حتى اللي في البرلمان، بالله عليك زي جاب الله الشيباني والله هيما وما هيما والجماعة متاع عصر الجماهير، تو هذين بالله حاطهم في برلمان تبي تبني بهم بلاد ولا تطلع بهم قرار ولا تطلع بهم شيء؟ واضح سيد طاهر، سيد طاهر بالغربية نعم واضح فعلا. نعم. ولكن سياسيا لم ننتصر. نعم عميد محسن الزويك، يعني إذا لم تتم الاستجابة لمطالبكم التي رفعتموها في هذا الملتقى بتحييد الشخصيات الجدلية ومن أجرم في حق الشعب الليبي حتى من يعني المشاركة في الحياة السياسية كما وصفتموها، إذا لم تستجب فما هي الخطوات القادمة؟ بالنسبة للخطوات القادمة نحن لسنا وحدنا في الساحة في الحقيقة، عندنا سياسيين بنفس السياق، عندنا قادة عسكريين كبار معانا ممكن أصواتهم ما تطلعش، لكن المجهود جماعي سواء على المؤسسة العسكرية أو على قادة التوار وكتائب التوار، المجالس العسكرية، السياسيين سواء أعضاء المجلس الأعلى أو نوابنا الشرفاء في المجلس النواب اللي رافضين ما يحدث الآن، عندنا عمداء البلديات المنتخبون بشكل كبير جدا وأنتم شبحتوهم يوم الجمعة ما قبل الفائتة في ميدان الشهداء، عندنا جميع العمل الجماعي. أنا أناشد وكلمتي أنا موجهة لقادة التوار 17 فبراير الحقيقيين الموجودين حاليا في الكتائب الكبرى وفي طرابلس في مصراتة في الزنتان في الزاوية في كل مكان. أنا أعلم بأن هؤلاء القادة حين تصل الأمور إلى حد معين سيخرجوا ممكن ويقولوا كلام أكثر من اللي يقول فيه العميد محسن الزويك. احنا موجودون القوة الفاعلة على الأرض ولو همشت، لكن ستخرج كما خرجت في 4/4. احنا لم ننسى في الحقيقة ما قاله سيف القذافي بأن الشعب الليبي ثلاثة أصناف وثلاث مستويات، ما حدث لم ننسى كلمته الشهيرة في رتل بنغازي توليت، لم ننسى ما
فعلها وحفتر في 2014 في دمار المنطقة الشرقية. لم ننسى قواته الهمجية التي حاولت تدمير طرابلس. نحن لسنا موجودين في لعبة، نحن موجودين والدماء موجودة، ودماء الزكية التي سالت في تراب الوطن من 2011 لحد الآن لا ننساها، وإحنا مشروع كمشروعهم هم الذين سبقونا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عميد. نعم. محسن الزويك آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، كنت معنا من استديوهاتنا في الزاوية. كما نشكر السيد الطاهر بن غربية القيادي في عملية بركان الغضب، كنت معنا من استديوهاتنا في مصراتة. ونشكر كذلك الدكتور فتحي الفاضلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من استديوهاتنا في طرابلس. بهذا وصلنا إلى ختام هذه التغطية مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختامها إلا أن نشكركم على كرم متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله يحفظكم، والسلام عليكم.